تسلمي لي يا خنساء، تسلمي لي. يعني منيح هيك بتيجي بتزوريني، لولاكي كان قتلني الضجر. ليش تقبريني؟ اخوكي مازن هذا تبع مأوى العجزة ما عم يسليكي؟ ايه ليش عم شوفه؟ عم شوفه يا من ترابي، هذا شو اسمه؟ القمر للهلال الاحمر، يا بدار الايتام يا بمأوى العجزة. لك جنني هالحنية هيك والإنسانية، ليش هبطوا عليه فجأة؟ ما بعرف. يوه بس الله يقوي. بتعرفي خلينا نشغل بهدول الشغلات أحسن ما ينشغل بشغلات تانية. أنت أدرى، قولك أحسن. على الأقل شايف حياته، مو مثلنا أنا وياكي عناسنا ما حدا سائل علينا. أنا وأنتي؟ إيه إيه أنا وأنتي. شو مفكرة حالك صغيرة؟ لمن كنت قدك كنت قدي عمري يعني لما كنت قدك من كان متقدم لي 50 عريض. كم واحد بتقدم لك لهلا؟ أنا؟ تقدموا لي يعني أنت 50؟ أنا 51.5. ونص؟ إيه. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.